نفسك الى يراجعها. تكريم الهادي خلوق لاعب شباب محمدية سابقا. هذا الحفل التكريمي اللي انضمته مجموعه من الفعاليات الرياضيه بمدينتي الرباط والمحمديه، واللي كما هو معلوم كما شفتوا نال النجاح الكبير، وارتأت بعض الجمعيات اللي هي شريكه في هذا التكريم، جمعيه صدقه ورياضه اللي هي كانت حاضره بكل الثقل ديالها باش تقدم واحد الهديه رمزيه، هديه للمحتفى به الهادي خلوق. فليتفضل عمي ادريس. عمي ادريس نيابه عن السي سعيد بن منصور رئيس الجمعيه الموجود الان بدوره، غادي يسلمها عضو المكتب التنفيذي ديال الجمعيه، المدرب الوطني والناخب الوطني سابقا ومدرب مجموعه من الفرق الوطنيه السي عبد الله السطاتي، غادي يسلم الهديه للمحتفى به. وقف سي خلوق، عباره عن شيك للمحتفى به الهادي خلوق، سلم له من طرف سي عبد الله السطاتي مدرب والناخب الوطني السابق مدرب الاجيال ومجموعه رياضه وصداقه، راه فيها الحاج بوحياوي سي محمد بوساتي سي المعطي، هناك هدايا اخرى، مازال هدايا اخرى من طرف اللاعب الدولي السابق بالنهضه السطاتيه سي المعطي، والسي مولين عضو المكتب التنفيذي ديال جمعيه صداقه ورياضه. هذه هي لي عباره عن شيك وبحضور ديال سي محمد البوساتي والحاج نور الدين بوحياوي، كنشكرهم جاو حتى هما تحملوا المغشاق ديال السفر من القنيطره، الله يجازيكم بخير. حتى هما راه اعضاء في الجمعيه، عارف هذا سي عم ادريس. والان هديه ديال سي مولين تسلم لهادي خلوق بحضور هاد الشخصيات الرياضيه الوازنه، بحضور رئيس اللجنه المنظمه سي مولين اسماعيل العلوي والاخوان كاملين سي عبد الله باخا والمجموعه، بحضور المدرب الوطني السابق سي المهدي فاريا، حتى هو اللي بالمناسبه كنتمناو ليه الشفاء العاجل. ونعطيو الكلمه للسي فاريا الان، بغى يقول واحد الكلمه بالمناسبه. ميرسي، يا بارو بورتوغيش، نبارو ابني فرنسي، سي توجو ماروكان. وكنشكروا بالمناسبه كل من ساهم من بعيد او قريب في احياء هذا العرس الرياضي، وكنتمناو ان شاء الله ومن هاد المؤسسات محمد السادس للابطال الرياضيين باش هي تقوم بهذا الدور هذا ديالها كما ينبغي، وتهتم بكل الرياضيين سواء اللي يلعبوا في المنتخب او حتى اللي ما لعبوش في المنتخب، لانه هذيك المؤسسه ديال الجميع وديال جميع المغاربه، وكل من كان تيخلق الفرجه في الميدان ديالو في المدينه ديالو فتا هو كيتسمى لاعب وطني، تا هو خصو تكون التفاته ليه من طرف هذيك المؤسسه، مؤسسه محمد السادس. وكنشكركم جميعا شكرا جزيلا. وبالمناسبه السي عميره تخصص واحد الكأس من الفعاليات الرياضيه، غيسلمها للمحتفى به الهادي خلوق، كأس الهادي خلوق كيسلمها ليه عميرات، صوره تذكاريه مع النجوم ديال كره القدم المغربيه سي فاريا تويبان، هكاك صوره جميله تذكاريه. وكنشكركم جميعا والى اللقاء ان شاء الله. هناك هديه اخرى من عند السي شريبي، العائله ديال شريبي، بروفيسور شريبي، هديه رمزيه بروفيسور شريبي، العائلة الرياضية والمقاومة، العائلة الرياضية المقاومة مدينة المحمدية معروفة العائلة ديال شريبي، تا هما العائلة ديال شريبي تا هما من خدام العرش العلوي الأوفياء. السي خلوق يعني كنشكرو بهاد الفعالية الرياضية ديال جمعية الصدقة وديال الإخوان لاعبين دوليين، والحمد لله الله يوفرهم الخير، الله يوفرهم الخير. اليوم كاع الاصدقاء ديالك وكاع الناس ديال محمد اللي كيحبوك حاضرين اليوم، شنو هي الكلمه اللي توجه لهم؟ هادشي من زمان ما شناه، دابا راه نشطت وفرحة الحمد لله. نقدر نقولوا ان التكريم ديالك كان مفاجاه بالنسبه لك؟ بيان سور، بيان سور، وي كان ممتاز. كان يعني رجعتك لسنوات الوراء. اي وي الله يرحم والديك، وي اودي راك. اذا شكرا. معنا السي الرعد، اليوم تكريم، اشنو اللي كيمثل لكم تكريم؟ خصوصا اليوم زميل لكم كيتكرم هنا بملعب البشير بمدينه المحمديه. التكريم كما قال الاخ البوساتي انه هو كيجيب واحد المرحله جد صعبه بالنسبه لهذا اللاعب، لانه يمر من حاله اجتماعيه وصحيه اللي كتستدعي ان يكون هناك تضافر الجهود من طرف كل الفاعلين الرياضيين، والبادره جات من كل الفاعلين من مدينه الرباط
ومشاركة بلاعبي شباب محمدي القدماء. وكما قال البوساتي هاد الظاهرة هذه اللي هي أصبحت كتعم ناس اللي هما كانوا القاطرة الأولى واللي استطعوا أنهم يرسخوا هذا المجال الكروي في المغرب، وما كل الأغلبية فيهم أنهم في ظروف سيئة. نتمنى أن تكون هناك مؤسسة، يعني مؤسسة بمعنى الكلمة، تراعي هذا الجانب، لأن هذا الجانب كيبقى فوق ما هو معنوي، لأنه كاين اللاعبين اللي هما لعبوا وعطاو الكثير للرياضة في المغرب، ولكن مع كامل الأسف عزة النفس ديالهم ما كيمكنش يمشي يطلب وما كيمكنش يجي. خصنا الناس تكون هاد الناس اللي هي مسؤولة في هاد اللجنة اللي كاينة، اللي الآن كنتكلموا على واحد المؤسسة اللي سيدنا عطاها باش تمشي في هاد الاتجاه. نتمنى أنها تلجأ لهاد الاتجاه باش تقلب على الناس اللي هما بحاجة ماسة للدعم، ماشي الانسان اللي عنده الله يزيده، ولكن خصنا نخليو المجال الناس اللي هما بحاجه ماسه للدعم، لانهم كاين كثار في المغرب وكاين كثار اللي هما اسماء وعندها سميتو. بالنسبه للمحمديه نتمنى انه المحمديه تكون تساند الناس اللي هما عطاو في هذا المجال، وبالنسبه لهذه انه نتمنى تكون رغم انه ضيق الوقت ما كان شيء تكون المبادره من طرف الفاعلين. وكنشكروا السلطات المحليه ديال مدينه المحمديه وعلى راسها عامله صاحب الجلاله، لانها عطات واحد الحيز من الاهتمام لهذا الجانب رغم انه ضيق الوقت، ونتمنى انها تواكب هذا العمل باش يمكن تعطي تكون شي حاجه معنويه لهذا السيد هذه خلوق. شكرا. والشعور انا فرحان بزاف، وانا اللي كنتمنى ليه مسكين صحه جيده، ونتمنى لكاع تقريبا الرياضيين كلهم ان شاء الله الصحه والسلامه وطول العمر، وانا تنتمنى هذه البادره طيبه، وكنشكر كاع كل من ساهم في هذا التكريم. كنشكروا بزاف للسلطات المحليه ولا اي واحد، يعني تقريبا تنشكر جميع الفعاليات للسلطات المحليه ولا الناس القدماء اللاعبين ديال شباب المحمديه ولا ديال اتحاد المحمديه، كنشكرهم. ونتمنى يعني تعطى الاهميه كاع كل هاد اللاعبين القدماء اللي محتاجين لهذا التكريم ولو عام معنوي. ولا الحقيقه هادشي كيفرح وكيرجع الفضل للناس ديال المحمديه اللي قاموا بهذه البادره هذه اللي ماشي سهله. الحمد لله استمتعنا بواحد جوج مباريات للفريق الاول اللي كان هو الفريق ديال الفنانه مع الفريق ديال الاطباء، واللي صفرت النتيجه اللي صفرت هو بانه كيربحوا الفنانه ديال سميتو ديال مدينه المحمديه على الفريق الاطباء، والفريق الثاني هو الفريق القدماء ديال اتحاد محمديه وشباب محمديه مع الفريق الوطني اللي كينتصر هو الفريق الوطني 4-0. الحمد لله اللي استمتعونا لعابه دوليين سابقين في المنتخب الوطني من ضمنهم استرجعت لك احمد فراس والسيد عسيله اللي استمتعونا بشي لقطات اللي في الحقيقه داك الشيء ديال باقي الحمد لله دوك الذكريات ديالهم وداك الشيء اللي كاع الجمهور كيصفق لهم واحد التصفيقات الحاره وهذا. وكنشكروا العامله ديال مدينه محمديه والباشا مدينه محمديه والسيده القائده اللي هي مع مناسبة بالذكرى ديال تقديم الوثيقة ديال عيد الاستقلال. بهذه المناسبة هذه نض فعالية رياضية من مدينة المحمدية ومن مدينة الرباط اللي نظموا هذا التكريم لهذا الهادي خلوق اللي هو لاعب سابق ديال فريق شباب المحمدية وعطى الفريق شباب المحمدية. فهاد البادرة الحمد لله بأنه داز في واحد الجو اللي هو جو ديال اصدقاء قدماء لاعبين اصدقاء اللي تلاقاو كاين اللي ما تلاقاش واحد 20 سنه ولا 25 سنه. هاد النهار هذا كنشوفوا بعضياتنا كنتلاقاو مع بعضياتنا الحمد لله داز في واحد الجو اللي هو رياضي واللي شاركوا فيها فريق ديال قدماء شباب محمديه وقدماء ديال اتحاد المحمديه. والحمد لله كنتمنوا بانه تكون بادره اخرى ويكون تكريم اخر ديال كاينين لاعبين قدماء لا في اتحاد المحمديه ولا في شباب المحمديه اللي خاصهم هذه الالتفاته وخاص لهم، رغم ان المساكن ما كيتكلموش وما كي هادي، ولكن الحاله والوضعيه ديالها لانه عطاو لمدينه المحمديه في واحد الوقت اللي كانت مدينه المحمديه كطعم المنتخب الوطني وكانت كتقهر فروق وطنيه اللي هي كبيره. إذن هنا يتطرح سؤال، شكون هو اللي من المفروض خاصو ياخذ زمام المبادره بالمحمديه ويقوم عمليه ديال التكريم، مره في العام او مره في 6 شهور؟
اللي خاصو بصراحه خاصو يكون واحد التعاون مشترك ما بين الجمعيات الرياضيه وما بين السلطات المحليه وما بين المنتخبين. اسم كريم وصفه جمال، لاعب مدرج فئه الصغرى شباب محمديه. بعد مناسبه وثيقه تقديم وثيقه الاستقلال كنشكروا مدينه محمديه اللي قامت بهذه المبادره ديال التكريميه ديال الاخ عبد الهادي خلوق اللاعب السابق المعروف شباب محمديه اللي عطى الكثير. وكنتمنوا هذه المبادرات الرياضيه يكونوا يطيلوا مدينه محمديه، لان كتعرف التهميش بالنسبه للاعبين القدماء اللي طالهم التهميش، وهناك لاعبين عطاوا الكثير وما فازوا الا بالقليل، سيما ان هذا الوضع الحالي بالنسبه للكره في مدينه المحمديه وضع سيء. والكل كيعرف ان مدينه المحمديه مروا بها نجوم لعبه كبار لا داعي لذكر الاسماء، والمجهودات كتبقى للسلطات المحليه والجمعيات الفعاليه للرياضه. شكرا على الكلمه ديالك.